الحمد لله رب العالمين. نكمل في باب التنازع، وصلنا إلى البيت الثالث والثمانين، إلى البيت الثالث والثمانين ومئتين. نعم، لكن لابد من ذكر البيت الذي قبله للربط بينهما. يقول ابن مالك: ولا تجد مع أول قد أهمل، مع أول الفعل الذي أهمل عندما قلت أكرمت وأكرمني زيد. الآن زيد فاعل للفعل أكرمني، فإذا أعملنا الثاني أهمل الأول. إذا أهمل الأول لابد له من ضمير المتنازع عليه، فإن كان الضمير مرفوعا وجب ذكره لأنه عمدة في الكلام، كما قلنا قعدا قعدا وقام ابناك، فهذا قام وهذا ابناك فاعل لقام. طيب أين فاعل قعدا؟ هو الألف، ضمير ما تنازعه. هل يجوز حذف هذا الضمير؟ لا يجوز، لأنه عمدة في الكلام، في ضمير ما تنازع عمدة في الكلام. الآن ابن مالك في هذا البيت حدث عن ضمير غير الرفع، غير هذا، هذا ضمير رفع، هذا لابد من ذكره. أما إذا كان ضمير غير الرفع اللي هو في هذه الجملة أكرمت وأكرمني زيد، التقدير أكرمت هو الهاء، هذه الضمير. الآن حديثنا ابن مالك في البيت 280 تحدث عن هذا الضمير لا تأتي به حتى لا يعود الضمير على متأخر قبل ذكره، يعني الإضمار قبل الذكر قال لا يجوز، ولأنه فضل يحذف. هذا الفعل يأخذ مفعولا به، لا يأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أيضا مثلت سابقا مررت ومر بي زيد، لا أقول مررت به ومر بي زيد، لا يذكر مر به، مررت به ومر بي زيد لا يذكر الضمير. الآن في البيت 83 و200 درسنا اليوم يقول: بل حذفه الزم إن يكن غير الخبر. يعني إذا كان هذا الفعل هذا العامل يأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر لا يجوز حذف هذا العامل المعمول، لا بد من إضماره. حذفتم هنا الهاء لأنه ما أصل خبر، ما أصل عمدة في الكلام. وأخرنه إن يكن هو الخبر، ما الحكم؟ أخرنه يعني لا بد من ذكره، لا بد من ذكره. لما؟ لأنه عمدة في الكلام، واضح؟ أصله خبر، لأنه الفعل المفعولان هما أصلهما مبتدأ وخبر، الضمير الثاني خبر، هو الخبر. إن يكن غير الخبر يعني مثل أكرمته، شوفوا ما لنا حاجة به، ما له خبر هذا. هل أصل الهاء في أكرمته خبر؟ لا. لكن الآن بالمثال يتضح المقال: ظنني يا شباب وظننت زيدا قائما إياه، هذا مثالنا. الآن ظننت فعل، زيدا مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني، لظننت. أعملنا الثاني، ما اسم هذا الفعل الأول؟ مهمل. ما اتفقنا على أنه مهمل، لما مهمل؟ لأنه لم يعمل في الظاهر. هذا المعمل لابد له من ضمير. ابن مالك قال: وأعمل الإيه؟ المهمل، وأعمل المهمل. الآن هذا الضمير، هذا الفعل يحتاج إلى ضمير رفع كمان، ضمير ما تنازعاه طبعا زيد زيدا قائما اللي هو الآن هو هنا مفرد. هذا الضمير طبعا ظنني مفعول به أول، أين المفعول به الثاني لظنني؟ قال لابد من ذكره إياه أخرنه. أيوة لابد من ذكره، ما يكون ظنني هو ظنني مفعول به أول لظنني، وإياه مفعول به ثاني، كأنه قال ظنني مسافرا، ما قال ظننت زيدا مسافرا،
كأنه قال ظنني مسافرا قائما، ظنني قائما نفسه. هذا المفسر وهذا المفسر. إذا لابد من ذكره، لا يجوز هكذا ظنني وظننت زيدا قائما، لا يجوز حذفه. لما هنا جاز حذف الهاء؟ ليس عمدي في الكلام، ما أصله خبر. هنا هذا أصله خبر، عمدي في الكلام. كأني قلت أنا قائم، دخلنا الفعل ظن على أنا قائم، ظنني قائما. إذن الآن تنازع فعلان يتعديان إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هل يجوز حذف المفعول الثاني اللي أصله خبر؟ لا يجوز، لأنه عمد في الكلام، عمد في الكلام. قال بل أخره، ظنني إياه، وهي مفعول به ثاني لظنني. الآن مثال آخر، ظننت زيدا قائما. ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول به ثان لمين؟ لظننت. قائما مفعول به، مفعول به أول لظننت. قائما مفعول به ثان لظننت. واضح؟ ظنني هي الفعل، ما عندي تنازع أنا بظن الأولى وظن الثانية. أين مفعولا؟ الياء والهاء. إذا لابد من ذكره، ونحن متفقين على أنه حتى لو ما كان أصله مبتدأ وخبر هذول، إذا كان المهمل هو الثاني لابد من ذكر الضمير معه. فمن باب أولى إذا كان الفعل بيأخذ مفعولين أصله مبتدأ وخبر أن يذكره معه. واضح؟ يعني نحن الجملة عندما كان عندي تنازع في فعلين لا يأخذ مفعولين أصله مبتدأ وخبر، لا بد من ذكره إذا كان المهمل الثاني. فكيف لو كان الفعل يأخذ مفعولين أصله مبتدأ وخبر؟ أوجب، صار أوجب. الآن الياء مفعول به أول والهاء مفعول به ثاني، ويجوز فصله. هنا نقول ظنني إياه، يجوز فصله. ظننت وظنني إياه زيدا قائما، ظننت زيدا قائما وظنني إياه، يجوز فصله وصله. كما قال ابن مالك، وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلفنتما، أيضا كذاك خلتنيه اللي هو أخو ظنه، كذاك خلتنيه واتصال اختار غير اختار الانفصال. يعني يجوز أن أقول وظنني إياه، يجوز فصله ووصله. الآن إذا صار عندي أنا جملتان فيهما تنازع، والفعل العامل هنا يحتاج إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذا كان الأول هو المهمل، إذا كان الأول هو المهمل يعني أنه طالب للضمير. عندما نقول مهمل يعني طالب ضمير، هذا الضمير هل يجوز حذفه؟ نقول لا، لكن نؤخره لأنه عمد في الكلام، لأن أصله خبر. الجملة الثانية، إذا أعملنا الأول في المفعولين فنكون قد أهملنا من؟ أهملنا الثاني. فالثاني المهمل إذن يطلب ماذا؟ يطلب مفعولين، يطلب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هل يجوز حذف الثاني؟ لا. لا يجوز، لأنه عمد في الكلام، أصله خبر. هل من سؤال؟